لا ها. لا انت شخصيا لا بس بتعرفي انا بكون عم بشتغل يوم عارف تنين كنا عم نعمل عزيلة البيت اوضة نوم صح؟ اوضة وحدة؟ ايه اوضة وحدة ليك اصلا على فكرة بتعرفي ايمتى بحسها اوضة وحدة بس يكون دوري انا بالتنظيم عم بتحسي انه اوضة وحدة يا سبحان الله اذا بدك انه فيني احكي لك مع الاسكان اذا بدكم انه اذا بده دكتور نادر يوسع البيت من هون بدي قصها لايدي اذا شي مرة بحياتها ماسكتها لهالشغلة هلا هون يعطيك العافية كل قد ايه بتعصفي؟ أول شي بتعرفي ايش هو التعسيف؟ ايه عربش لا غلط اوكي يعني ما بتعصفي طيب جلي تشوف انا خذيني على قد عقلتي جلي مفتاح السيارة بقلبه ولا واحد من هون عامل الغدا بجدره اوكي ما بعرف اي شو هي لا وما بعرف اي شو هدول رز جوز الطيب الاب تعزيه جوز الطيب جوز الطيب او جوز الطيب الاب تعزيه هيك تا طيب الوضع شو يا عدل سيحي لي من هون يا عدل عم بتبقص الارض بتعرفي شو تفضلي هيدي لإلك عند مين كيف بيشطفوا انا رايحه مقرره اروح عادل روح انا محلك وانت خليكي هون مبروك البيت عادل باي شو بعرفني انا بدي لحق على كل شيء بهالبيت بدي لحق على كل شيء والله بتعرفي لفتني شغله انه قد ما بيتك كبير بركي بتاخذينه اثنيناتهم تقعدينه عندك بالبيت بتريحيني منهم بفتكر قد بقى البيت بساع همومهم وبساع نشاطاتهم هن ما بقى بدهم هيك بيلعبوا مع الاولاد اسم الله كم انا بجيب امي واخواتي ولاد اخواتي لحالهم ان شاء الله بيكون بتضيعهم عشيرة آل جعفر كلها بتساع ما تعتبرهم أدل بدي تخبري نصيف لما عزمتكم انابيلا على العشاء لعنده عادل هلا بتصير تقول انه كل ما عزمتها لعنا لا 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 خبري لنصيف على العالم خبري خبريه لنصيف اوكي بس انا سالتك كثير نهار قلت لك حبيت العشاء قلت لي ايه اكيد حبيت ما هو قلت لك انبسطت قلت لي ايه هي ما انا المشكله هون اوكي دق لي دكتور نادر قبل بيوم قال لي انه حابين نعزمك على العشاء كانوا جايين تبع كل المشتركين تبع سيلبرتي دوات انا كثير انبسطت بس انه انا براسي كيف كان بدها تكون العزيمه غير هي كيف كانت انه انا متوقعه من فوت بيكون مثلا نادر صعب على المنقل عم يشوي لنا كفته وطابوق وهيك وانا بلا بتكون مثلا على السفره عم تظبط السفره انه هيك براسي اوكي اول ما وصلنا بيسلقاني فالي باركينج ما بعرف ليه بالبيت عنده فالي باركينج قطع لي بون نزلت من السياره تاري متاثره كثير بمس لبنان ومستر لبنان وهودي انا نزلت من السياره نازل موديل من مستر لبنان مسكني بايدي وطلعني على الدرج حسيت انه انا سندريلا بعثت من جديد ايه حسيت انه هلا بدها تطلع للصبي الملك عملتي لهم هيك هلا غير كل شيء انه بتوقع انه هلا بدي دق الباب تفتح لي انا بيلا عرفتي ما صار هالشيء مفتوح الباب وفي زلمه عم يدق معزوف البيتهوفن كل المعازيم حاملين شامبان ارمو ارمو استاذ البيانو واستاذ بنتي حبيبتي انا العزايم اللي بنعزم عليها يعني سقفه بيكون في عود وكاس عرق ما بيكون في واحد عم يدق البيتهوفن والمعازيم معهم شامبانيا